السلام عليكم خواتاتي، كيراكم؟ غايه لاباس الحمد لله. اليوم في اسباس ميرا جبت لكم وصفه تاع كاطو سهله. كما نقولوا كاطو تاع باكري، هذا تسقسو عليه تسقسي عليه امك ولا جداتك تقول لك واه كنا نديروه بكري. هذا الكاطو فيه ثلاث مكونات، ثلاثه هذا ما كان فيه: سكر رطب اللي هو سكر غلاس، فيه كاس تاع الزيت والفرينه، هادو هما صوالح. لافاني لا باتي ديري لافاني دير، ما عندكش لافاني ما ديريش، عندك الكشور تاع الليم ولا تاع التشينا ديري، ما عندكش ما ديريش. المهم دو بريفيرونس يكون سكر غلاس، سكر رطب والكاس تاع الزيت والفرينه. قبل ما نبدو نشعل الفرن، هنا ندير الحمى ولا كنتو خدرتكم الاولى تشاهدوا القناه تاعي نقول لكم اشتركوا فيها. فيها وصفات اقتصاديه وناجحه. انا الوصفه لما كانتش ناجحه نسيبريميها كامل، نحطها لكم. ان شاء الله تشتركوا ويعجبكم القناه، تدوا منها نصائح، فيها دي فلوغ، فيها نصائح. انا شعلت الفور تاعي والبلا تاعي درت له الفرينه. نبدأ بسم الله، ندير سكر رطب وندير الكاس تاع الزيت. السكر رطب ماذا بيكم تصيروه باش ما يبانكمش في التخلط. بغيتي ديري لافاني ديري، ما بغيتيش ديري لافاني ديري. غادي نخلط السكر غلاس مع الزيت باش يتخلطوا غايه، هذوك الحبيبات تاع السكر البلاصي كاع يذوب. هنا تخلطي كاع خلطي السكر مع الزيت، تخلط لي كاع هذوك الكويرات كاع يذوبوا. نقعد نزيد في الفرينه ونخلط، نزيد في الفرينه ونخلط. بسم الله، هنا كنت سخن الطاب الفرينة تخلط بيها. من بعد يعني تنحكم لكم شوية، قعدوا تخلطوا بيديكم كي شغل هكا، تخلطوا هكا بال باش تعجنوها كي شغل هكا، تدخكوها بالكف تاع اليد باش الفرينة تدخل كاع في الزيت. هنايا مع تخلط لنا غير بالصبع، خلطوا هكا شغل بيديكم كاع بالكف تاع يديكم كيما هكا. تكون خليها تنحكم لي ونوريكم كيفاش تقعدوا تزيدوا في الفرينة. هنا راني نزيد في الفرينة وندخل فيها غاية كيما هكا، ندخل فيها غاية في الزيت باش نعرف هل راهي متماسكة ولا ماهيش متماسكة. كشغل نديرها هكا هكا، ندخلها غاية، نزيد شوية تاع الفرينة باش ديك الفرينة تدخل لي كاع في الزيت. هكذا الفرينة تدخل لكم كاع في داك الزيت، في داك السكر رطب. حلوة سهلة وبنينة، وهادو كاع الصوالح كاع متوفرين فيك اي دار. هنا ما عندكش السكر رطب تنجمي ديري السكر عادي بصح خلطيه غايب، بصح دو بريفيرونس نشوف هذا كملت لي. اشوفو صحيح كملت لي، ومين تبغو تشوفوها لا كملت لكم، ما تشوفوش باليد اللي تكونوا تخلطوا بها، شوفوا باليد هذه اللي ما يكونش فيها العجين، تعرفوا خاص اليد اللي تكونوا تخلطوا بها غادي تلصق لكم وتزيدوا الفرينه وتنشف لكم الكاطو تاعكم ينشف. هذا تلمت لي. هنا نبدا نشكل في العجينه تاعي، غادي نديرها كيما هكذا. شوفوا نتوما شكلوها كيما تبغوا، كرات تبغوا هكا، انا غادي نديرها كيما هكا. غادي نديرها تاع زمان كما قالت لك تاع بكري هكا. بعد بين الحبه اول حبه مالغري ما فيهاش لافاني فرفاره بصح
يزيد الفوليوم تاعها. غادي نكمل كاع نشكل الحلوى تاعي. من بعد ما شكلت كاع الكاطو تاعي غادي نجيب فرشيطه نديرها هكا في فرينه ونقعد ندير هكا. قلت لكم هذه الحلوه تاع بكري. هكذا غادي ندير كاع الكاطو تاعي هكذا. نورمالمون تكون باينت لكم هكا. نجبد هكا. انا هنا الحبه كبرتها، تبغوا تصغروها صغروها. غادي نكملها كاع نشكلها ونديرها طير ونعاود نولو. الكاطو تاعنا ها هو طاب. ما تقلعوش من السني حتى يبرد كاع، يبرد غايه يبرد غايه، قلعوه من السني سينو يتفتت لكم. انا ذوبت هنايا شوكولا بالمارين، ذوبتها بالمارين. انا درت شوكولا نوار، درت هذه الشوكولا شوكولا نوار. نتوما ديروا شوكولا تاع الحليب ديروا. غادي نزيد لها شويه تاع الحليب حامي، شويه تاع الحليب حامي. بسم الله قد مغرف. انا بروحي مانيش دايره شوكولا بزاف، راني دايره واحد 100 غرام تاع شوكولا. غادي نزيد لها شويه حليب حامي. لا ما عندكمش الحليب ديروا الماء اللي ذوبتو فيه. هنايا الشوكولا اللي نكونوا غادي نرمدوا بها، نزيدوا لها الحليب ولا نزيدوا لها الماء؟ تكونوا غادي ديروها في المول تاع السيليكون، ما تزيدوا لها والو. هكا خلطوا معايا غير باش تجيكم سهله في الترميد. بصح هلا غديروها في المول تاع السيليكون، ما تزيدوا لها والو. ها الشوكولا تاعي دوكا هنا. ايوا نجيب الكاطو تاعي ونرمده هكذا. غادي نرمده نص هكا. غادي نكمل كاع الكاطو تاعي ونوريه لكم ان شاء الله في طبسي. ها هو الكاطو تاعنا من بعد ما كملنا له كاع الترماد، كاس زيت وكاس سكر، درنا طبسي معمر تاع كاطو. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، تعجبكم الفيديو ديروا جيم، ديروا ابوني، ديروا كومونتير. هاي اللي غادي نقسم معاكم حبه وشوفوها كيفاش تجي من الداخل. شوفوا